دخلت المعرض بتاع الموتوسيكلات لاني كان نفسي في موتوسيكل من زمان. قعدت احوش في فلوس لحد ما جمعت سعر الموتوسيكل. فقلت له لو سمحت انا عايز موتوسيكل. قال لي معاك كام؟ قلت له معايا 30 جنيه. ال 30 جنيه دول بقى يركبوني انهي موتوسيكل من ده ولا يركبوني اعلى منهم؟ قال لي ال 30 جنيه مش هيركبوك الموتوسيكلات دي، هيركبوك موتوسيكل احسن منهم كلهم. قام اخر ال 30 جنيه وقام قال لي تعالى ورايا. فبدات اجهز بقى البس القفازات ده واتحمس، وقام جاب لي موتوسيكل ال 30 جنيه. فقلت له هو ده الموتوسيكل ال 30 جنيه؟ وانا اللي فاكر هركب ريس بقى وعنيني. اداني موتوسيكل صغنن بس الحمد لله رضا، هاخده بقى واخرج بيه الموزه.